مش عاملوا دخلة، بون مش دخلة كبيرة برشا، دخلة متوسطة إن شاء الله تعجب الناس الكل. مش هبط عندنا فوال فيه معناتها في كيلو كوسمونوت ضايع في الاسباس، في كوسمونوت ضايع في الاسباس مش عارف روحه وين، يلوج على ليتوال في لونت اللي هي الدوز اللي هي ترمز فيراج الافريقي. باش نعملوا فوال تحت تابلو فيه البورتري بتاع الهادي والبندرول تتهز كالعاده من وسط الجمهور، فيها على فيا لامور وكتيبه الفوق 100 يور، والبندرول تكملها على فيا لامور وريور لوطا بالاوراق احمر وصفر. كالعاده دربي العاصمه ينطلق بعرض المدارج، اغاني واهازيج ولوحات من جماهير تعشق كره القدم وتعبر عن حبها لالوان فريقها الاحمر والابيض والاحمر والاصفر. تم تكريم الثنائي عبد المجيد بن مراد ومحمد صالح الجديدي بمناسبة لقاء الأجواء. أول مرة حكم مصري يدير لقاء الدربي هو عصام عبد الفتاح، والتحكيم التونسي يغيب مرة أخرى للموسم السادس على التوالي. حوار بين المدربين الفرنسيين جاكي ديكوبيرو وبرترون مارشون، أبناء باب السويقة بتشكيلة يغيب عليها الأجانب، وحتى المهاجم الجديد المغربي بوشروان يغيب على الدربي. بوشروان موش زكير جبناه على مقابلة افريقي، عنده عقد معنا 3 سنوات ونص وان شاء الله يجيب اضافه في المستقبل، ولذلك المدرب ذو مجال لاعب شاف كانوا حاضر ولا من ناحية البدنية من ناحية البسيكولوجية، وخير باش يهبط الفريق هذا، يعني هو يتحمل المسؤولية بالطبيعة. Aujourd'hui c'est le contexte tunisien, c'est l'espérance contre le club africain. Donc c'est une lutte de tous les jours, une lutte de tous les instants, de tous les ans, et ça fait 10 ans que le club africain attend une victoire, et j'aimerais bien donner à tous les supporters une victoire enfin. 30 دقيقة أولى رينا فيها الفرص من الجانبين وحضور الورقة الصفراء في 5 مناسبات تحت أنظار المدرب الوطني روجي لومير. أول الفرص تأتي للترجي زعايم في التوزيع الشعباني ماهر وبربطي صوب وبنيجيلي تصب. الافريقي يجيب، نتابعوا هالكره اللي تبدا من الورتاني يحيى والسلامي اللي ببوذاني صوب والقصراوي يتصدى، والمغربي كان قريب جدا من تسجيل اول هدف ليه مع فريقه الجديد. ايمن الطيب في هالمحاوله يحاول مغالطه بومنيجل لكن يستعمل يده، والحكم عصام عبد الفتاح ينظر، التوقيت 16 دقيقه. الترجي يلتجئ للتصويب من بعيد في غياب المساندة لأيمن الطيف في الهجوم من شكيب لشخم وبربط لكن دون جدوى. لشخم a joué sur le côté droit. Donc je n'avais pas demandé de jouer dans l'axe et d'amener un soutien à Sigberbat à Tifi quand on avait le ballon. Ceci dit, on a perdu Zitouni qui est parti. On a perdu Michael qui est pas prêt de rejoindre le groupe. زملاء الغرزول يركزوا جل عملياتهم من الجهة اليمنى للترجي باستغلال سرعة الضوادي على غرار هالمحاولة اللي يتجاوز فيها المالكي يوزع ببيضان ما يتحكمش في الكرة وتلمس وسام البكري والمطالبة بضرب الجزاء والحكم يعلن على مواصلة اللعب. نلعبوا في الوقت البديل، هجوم للإفريقي، الكرة تتجاوز العربي جابر توصل بوكونغ والحكم عصام عبد الفتاح يعلن على نهاية الشوط. رافقوا احتجاج لأبناء برترون مارشون. 0-0 هي نتيجة الشوط الأول. الأحداث في الشوط الثاني تتسارع، 53 دقيقة نتابعوا هالهجوم للترجي، لشخم يراوغ ينكا، يمهد للطيف يصوب، وبومنيجر والقائم يمنعوا الكرة من دخول الشباك، وفرصة كانت تغير مجرى دربي العاصمة. 5 دقائق بعد والإنذار الثاني للورتاني والورقة الحمراء.
نقص عددي ما أثرش على الإفريقي اللي قضى تقريبا 20 دقيقة كاملة في نصف ميدان الترجي الرياض. قبلوا مهن الشعباني، محمد علي الخرزون، موسى بوكونغ، التمهيد، وسام بن يحيى. بن يحيى يسدد محاولة جديدة للإفريقي. السلامي في التمهيد للضوادي يتجاوز القصراوي يسقط، والحكم يعلن مواصلة اللعب رغم مطالبة لاعبي الإفريقي بضرب الجزاء. زهير الزوادي مع مراد الملك. 85 دقيقة والورقة الحمراء الثانية تسجل حضورها في اللقاء بإقصاء الملك. المدرب مارشون يقوم بتغيير تكتيكي، الهيشري ياخذ مكان الضوادي، وبيبوظان يصبح لاعب رواق، كوتشينغ يعطي اكلو. 88 دقيقة السلامي مرر لبيبوظان من الجهة اليمنى لدفاع التراجي يوزع، وبوكونغ يسجل الهدف الأول في اللقاء والرابع ليه، وبالمناسبة الهدف رقم 88 للإفريقي في الدربي. 1-0 هي النتيجة النهائية وفوز مستحق لأبناء باب جديد بالنظر إلى 90 دقيقة اللي قدموه. Bien cette victoire sur l'espérance. Le coach nous a dit ce qu'il fallait faire. Nous, on savait ce qu'il fallait faire. Et puis voilà, c'est tout. On a eu les trois points aujourd'hui. J'ai même dit aux joueurs, j'en ai marre. Ça fait un an que je suis là. Tous les jours, j'entends, faut battre l'espérance, faut battre l'espérance. J'ai dit, demain, je ne vais plus entendre ça. On l'aura battu. الانتصار نتاعهم مبروك عليهم، والاسبيرونس مازالت عندنا معناها 12 جورني باش نداركو، والحمد لله. بون جيت بون واحد كيفاش يقولوها بذرة نافعة، معناها جاتنا الديفات هذه على بكري باش نقف على برشا حاجات نصلحوهم. هذول اللي قعدنا نلعبوا دورنا كرة في الوسط، عندنا دي جور اللي يعرفوا يدوروا كرة في الوسط، باش نلعب باتاكون واحد ما تنجمش تعمل فينيش به، فهمت؟ صحيح دورنا كرة وقاردينا في الوسط، من بعد لازمك واحد آخر باش يعاونك، فهمت؟ الحمد لله مازلنا في الانتظار، عندنا سنوات لعبنا برشا مرات بالكدا، استحقت الترجي واستحقينا احنا، ما ربحناش. عم بار جديدة توا، إن شاء الله نحافظوا المجموعة. إن شاء الله الانتظار هذا نادي الجمهور الإفريقي اللي كان غاضب علينا، وإن شاء الله معناها تكون مصالحة من الطراز الرفيع. Comment on s'est joué? La différence, c'est que j'avais modifié un peu le schéma tactique, et voilà, parce que je pensais que c'était la solution. Ou la zima fil boutoula ou le haja, yani zima nahr bish jiji. On a essayé de bish n'hadrou le fariq ou n'hadrou le mokabla hadiya. صاروا كما قلت بعض غلطات من طرف الملاعبي اللي يظل يلقاو فريق كما قلت متحضر اكثر، يحب يربح اكثر، وهذيك احنا في السابق يعني ربحنا مقابلات كنا يحتمل من الناحيه الفنيه ما كناش حاضرين، اما من ناحيه الديتيرميناسيون كنا حاضرين اكثر. اليوم الافريقي كان يستحق. Ouais, donc après une défaite de la chemise blanche, de la chemise noire qui m'a porté bonheur dans le passé en France, donc j'avais reprise aujourd'hui pour redémarrer les poules retour. Donc j'espère que je regarderai jusqu'à la fin des matchs retour. والله انا نقول ايفور ريكومبونسي، خاطر نادي الافريقي بعد معناتها بالرغم اللي منقوص من لاعب وكان معناتها مسيطر على مجريات اللعب، وقت اللي معناتها مجهودات مكلب نجاح بالنسبه للنادي الافريقي. الافريقي عن جداره الانتصار والصداره. دربي مثير ومشوق وانتصار مستحق للافارقه. نجاعه تكتيكيه للافريقي، معناها اليوم قام مقابله خارق العاده، معناها اليوم الترجي ماهوش موجود.